هذا يسأل عن شراء غسالة وليس عنده ثمن أو ليس عنده تمام الثمن، هل يجوز أن يشتريها بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال؟ نعم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بالبيع مؤجلا أكثر من الثمن الحال، لأن مصالح الناس تقتضي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين على إبل الصدقة، إذا احتاج إلى تجهيز الغزو، إذا احتاج إلى تجهيز الغزو ونفدت الإبل، كان صلى الله عليه وسلم يستدين البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا دليل على جواز البيع بالأجل ويكون أكثر من الحاضر. نعم.